أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أهالينا وأصلح لنا أبناءنا وذرياتنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. زي ما تواعدنا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم على بيوتنا اللي الناس بتقول بيتنا مش ملتزم، ومشكلة الصراع اللي بتبقى موجودة ما بين الملتزمين، إحنا ما بحبش الاسم ده وانتوا عارفين، بس يعني ظاهريا، وما بين انه يبقى في معارضات من الاهل. وجينا في الحلقه اللي فاتت واخرها وقلنا احنا عايزين نبتدي بقى نفتح الملف ده ونتكلم عليه، لانه مفيش التزام حقيقي، مفيش استقامه، مفيش ايمان، مفيش صلاح من غير صلاح للبيت. فين الكلام ده؟ تعالوا نقصل من البدايه ونشوف المشاكل والظاهره دي كالعاده، نبتدي نحلل الظاهره ونشوف القرآن اتكلمنا ازاي عليها ونحط الوصفة العملية لإصلاح البيوت. مشاكلنا هنا كتير جدا، سبق ان احنا اتكلمنا عن قضية الطلاق اللي وصل ل 3 مليون حالة في بلدنا، اللي وصل في احصائيات انها كل 6 دقائق في حالة طلاق في مصر. سبق ان احنا اتكلمنا على الخطر اللي بيهددنا النهاردة واللي بيزيد شوية شوية، حالات الانفصال الشديدة، حالات غياب الوعي الأسري المطلوب، تفكك الأسري الموجود، انفصالات بمعنى أنه هو مش مطلقين رسمي لكن منفصلين، كل واحد عايش لوحده. المشاكل دي مشاكلنا كتير قوي هنا، ومشاكلنا بقى في تربية الأولاد، وحدث ولا حرج مع التغيرات الشديدة اللي حصلة في المجتمع وفي الزمن. النهاردة ما بقتش الأساليب القديمة بتنفع في تربية شاب النهاردة وفتاة النهاردة، والعيار فالت، والولد مش عارفة أعمل إيه، أتصرف معاه إزاي، طول النهار والليل على الفيس ومع أصحابه. وطبعا النهاردة العالم الافتراضي واخد الناس تماما، كله ماسك السمارت فون بتاعه وعايش في عالمه الخاص، وعالمه الخاص ده بقى ممكن يكون فيه بلاوي سودة، أمسك تليفونه يا شيخنا ألاقي بيخش على مواقع وحاطط صور قبيحة وبيكلم بنات مش عارفة إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه وبيسوي إيه، فمشاكل ضخمة جدا. فحصلح بيت إزاي وحعمل إيه مع الغزو الشديد اللي بيمارس النهاردة على أولادنا وبناتنا؟ هحل المشاكل اللي كل يوم والتاني إزاي؟ حد قبل كده كلمني من بعض أهالينا الطيبين وإنسانة نحسبها صالحة، وقالت لي اكتشفت أن بنتي ملحدة وماشية مع كذا وكذا وكذا وكذا. وسبحان الله كانت قصة مؤثرة جدا، وانتهت أن البنت دي ماتت كذلك، وماتت فجأة كذلك، وكانت أمر في غاية الصعوبة. المشاكل دي مش عايز أقول لكم بشكل متجاوز فيه، بس فعلا كده يعني إذا كان بنسبة ما يقلش عن 60% من المكالمات اللي الواحد بيستقبلها، عايز أطلق، عايز أطلق، عايز أطلقها، عايز أتجوز عليها، خلاص طهقت من العيشة ومن الوضع ومن من من مع الظروف بقى احنا فيها الأبعاد، ظروف اجتماعية وظروف اقتصادية و فالبيوت النهاردة هو النهاردة لقمة العيش مش عارف يجيبها، فبيرجع تعبان وطهقان وفي مطالب. طب وانا اعمل ايه؟ الولاد طب يعني ما يذاكروش، طب يعني ما يتعلموش، طب دي مصاريف أساسية، طب 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 طب، لود، ضغط، مشاكل على بقى أي حاجة تنفجر الأمور. ومن ناحية تانية طبعا ملهي عني يا شيخنا، وطول النهار والليل قاعد من هنا لهنا ومن سفرية لسفرية ومن مش عارف ايه لايه، وعشان يجري عليهم متعيش، وانا مقدرة، بس انا كامرأة كبني ادمة خلاص حقوقي رايحة خالص، بقدر لكن برضو بتوصل بي الحالة لمرحلة معينة وبنفجر. زوجي اصلا مسافر وبرا مصر، وانا اللي شايلة الليلة كلها فوق دماغي، وما بقتش ملحقة على مشاكل اولادي،
ده عنده مشكلة في الدراسة، وده عنده مشكلة نفسية، وده عنده مشكلة كذا، مش عارف ألاحق على إيه ولا إيه ولا إيه. وهو في المقابل الناحية التانية أنا خلاص بقيت آلة بتحرك، آلة، أنا بس عليا إن أنا أطبع لهم فلوس وأسكتهم وخلاص. تعبت تعبت، مش لاقي نفسي خالص، لا لاقي نفسي ولا لاقي روحي ولا لاقي ديني ولا لاقي حاجة، تعبت أعمل إيه؟ فالبيوت بلا سكن. وربنا سبحانه وتعالى اللي امتن علينا وقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فلما تبقى البيوت بلا سكن، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وده مش موجود بسبب الصراعات دي، بسبب المشاكل دي، مجتمع بيتنسف نسف. وطبعا هي دي بقى المشاكل الأساسية، ده هو ده الصداع اللي في دماغ أي راجل واللي في دماغ أي امرأة النهاردة متزوجة. الصداع ده هو ده الدوامة. اسأل أي حد، حضرتك كده ولا لأ؟ حضرتك دلوقتي كنت من 10 دقايق بتفكر في إيه؟ مشكلة في البيت، مش عارف أجيب لهم، الولد تعبني جدا يا شيخنا، عنده كذا وكذا. وحضرتك بتقولي إيه؟ أصلا إهمال، وأنا مش لاقي نفسي، وأنا بني آدم لحم ودم وروح. هي دي. طيب الظاهرة بتقول ناقوس خطر، لازم نقف ونشوف ونحلل ونعرف هنعمل إيه لإصلاح البيوت. تعالوا نشوف قضية إصلاح البيوت دي، لما نيجي نأسسها ونأصلها نشوف القرآن اتكلم عن قضية الأسرة ازاي. رقم 1، هنلاقي السورة الثانية مباشرة او الثالثة بقى في الترتيب، سورة آل عمران بعد الفتاح البقرة، آل عمران تقول لنا الأسرة من البداية. آل عمران بيت مسلم، أساسه ايه؟ أساسه العبادة. آل عمران، عمران وزوجته امرأة عمران حامل دلوقتي، وبتقول انها ستهب ما في بطنها لله تبارك وتعالى، انه اللي هيكون ده الولد اللي هيطلع ان شاء الله يبقى خادم في بيت المقدس، فتطلع بنت وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم، ان امراه صالحه ورجل صالح، وتاتي بالنبت الصالح، مريم بنت عمران اللي هي رقم 1 على نساء الدنيا. وربنا يقول ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بيت اتنشأ كده، فقال عمران، وفي نبي زكريا اللي هو زوج خالتها، خالة مريم، ويبقى البيت ده هو ده اللي ربنا يفاخر بيه ويقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. ونلاقي في الصورة نفسها إن ربنا يدينا تنبيه كده، الآية 121 في الصورة تقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وكأنها بتقول لنا البداية من أهلك، بداية الانتصار من أهلك، بداية العز من أهلك، هتخرج للجهاد في سبيل الله لازم تكون مصلح بيتك، لأن البداية من بيتك. في سورة القصص نلاقي نفس المعنى، وربنا بيتكلم على التمكين لأهل الدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. البداية أم بتربي ابنها. ربنا لما يتكلم ويحط معيار قبول الأعمال يقول لنا في سورة الأحقاف أن صلاح الذرية ده دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى متقبل الناس دي، فيقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. يا رب أصلح لنا في ذرياتنا، هي دي، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. البيت، البيت اللي فيه المعنى اللي ابتدينا به وقلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فيجعل ربنا أعلى المنازل اللي هي منزلة التقوى، وإنه حضرتك ولا حضرتك تبقى إيه بقى؟ إمام المتقين، يعني أحسن حد في أحسن حد،
إمام المتقين؟ قال ده لما تبص لزوجتك ونقول عيني عليك باردة، قرت عينك. والمعنى التاني إنه استقرت عينك، عينك لا تلتفت يمنى ولا يسرى، لأن ولادك مشبعينك وزوجتك وزوجك كده. المعنى الارتواء ده، فحصل سكن. سكن، انا دايما الواحد وهو بيقول كلمه سكن دي بيحس ان الناس عايزه تقول صح كده. سكن، عارف لما ربنا يقول في سوره محمد كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم، عارف لما ربنا يجي في السوره اللي بعديها على طول في سوره الفتح، يبقى اكتر سوره في القران فيها لفظ السكينه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هو ده احنا مفتقدين، ده يبقى أساسي جدا قضية إصلاح البيوت، أساسي جدا لأنها معيار قبول الأعمال، لأنها بداية النصرة وبداية التمكين، لأنه الإنسان لا يبلغ أعظم المنازل عنده سبحانه وتعالى إلا باستقراره الأسري، لأنه هو ده النموذج الذي نبحث عنه، نموذج العائلة المستقرة الساكنة، لأن الاستقرار الأسري ده يؤدي إلى استقرار إيماني، يؤدي إلى استقرار نفسي. فعشان كده لعبة الشيطان تبقى رقم واحد على إفساد البيوت، إفساد البيوت، فعشان كده الشيطان يلبس التاج اللي يفرق بين المرء وزوجه. طيب نعمل إيه؟ إزاي نحط الوصفة العملية وتبقى دي حلقتنا الأولى في القضية دي، ونمشي بقى نشوف النصائح الخاصة بإصلاح البيوت. فنبتدي نشوف الموضوع ده برضو من خلال الكتاب والسنة، وتعالوا أقول لكم السورة اللي بتتكلم عن إصلاح البيوت، الجزء اللي هو جزء قد سمع بيتكلم على القضية دي. وأنا قلت لكم قبل كده المعنى ده إنه عايزين نتدارس الجزء ده، ويبقى ده أول واجب عملي. ها، والنهاردة هنفعل إصلاح البيوت، ويبقى الهاشتاج اللي كل مرة بقى هنبقى نفعل هاشتاج كده علشان خاطر الأفكار بتاعتكم، نشوف الناس كل حد هيكتب إيه على صفحته في قضية إصلاح البيوت. الهاشتاج المرة دي باسم الحلقة إصلاح البيوت. تعالوا أقول لكم المعنى ده أنهي جزء هيبقى الواجب. جزء قد سمع بيبتدي بامرأة وبينتهي بامرأة، بيبتدي بقولة بنت حكيم اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم قضية مشكلة أسرية. إيه اللي حصل؟ زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، اللي اسمه حكم الظهار، اللي هو يقول لها أنت بقيتي زي أمي أو أختي، أنت محرمة علي كتحريم أختي وأمي، ها أنت علي كظهر أمي. وتيجي المرأة دي تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، تقول له حصل وحصل وحصل وحصل، ويأتي الحكم الشرعي وبيان كفارة الظهار. فتبتدي بمشكلة أسرية وتنتهي بصورة التحريم اللي أولها مشكلة زوجية. وهنا بقى الإضاءة اللي عايزين ناخدها من خلال تحليل الصورة دي، الصورة بتحكي لنا قواعد إصلاح البيوت. تعالوا نحكي ونشوف الموضوع كان ايه والملابسات بتاعته. ايه اللي حصل؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فريقين، هي عائشة رضي الله عنها اللي قالت كده، قالت ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متقسمين نصين، مجموعة على رأسها عائشة رضي الله عنها ومعها حفصة، ومجموعة على رأسها زينب بنت جحش. وزينب اللي السيدة عائشة قالت عليها في حادثة الإفك، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن موضوع أمنا عائشة في حادثة الإفك قالت له أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، قالت عائشة فعصمها الله بالورع. فدلوقتي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، مات عن 9، يعني مات و 9 عن 9 نسوة، عن 9 نسوة، انه النبي صلى الله عليه وسلم
التسع نسوة دول التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا كده كانوا منقسمين إلى ذلك، فكان بينهم ما يكون ما بين الضرائر. الحافظ ابن حجر بيقول أن في فضائل أمنا خديجة: وحمى الله قلب خديجة من نكد الضرائر. الشاهد بس البيت ده، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس اللي فيه مشاكل غيرة و بس هو برضو اللي فيه منتهى الأدب. كل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتزوج بأخرى كنا يقولنا للنبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك، كيف وجدت أهلك، بارك الله لك فيها. فالأخلاق العالية دي. الشاهد البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ده حاله. فاللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يطعم العسل في بيت زينب. زينب بيروح لها، وكان عشان تعرفوا برضو حاجات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيعمل إيه في البيت، يعني كان حاله إيه كزوج صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الفجر ويجلس حتى شروق الشمس، وربما صلى بعد ذلك. عارفين بقى من صلى الفجر وقعد يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت كأجر عمرة تامة تامة تامة، كأجر حجة وعمرة تامة وتامة تامة. فبيجلس لغاية كده، وبعد كده بقى في أول وقت الضحى ده يذهب إلى أزواجه، يطوف عليهم كلهم، ومن غير ما السيدة عائشة بتقول من غير ما مسيس، يعني ربما يشوف أحوالهم عاملة إيه، أخبارك إيه، محتاجة حاجة كده، يطوف على بيوته. كان يعمل ده في أول النهار ويعمله في آخره، ممكن بعد العصر برضو يعمل ده صلى الله عليه وسلم. وكنا إذا أردنا ألا يشققنا على النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت التي يبيت عندها ليلا. لو عايزين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب بعد العشاء، يجمعوا كلهم عند بيت اللي حيبات عندها فيه، ويتذكرنا شيء أو ما يكون ما في الأسر. الشاهد ده كان حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيروح للسيدة زينب، فهي بتقدم له عسل، حابب هو جدا انه يطعم العسل هناك، هم علموا بالامر ده. حدثت الغيرة، الحديث فيه ان المرأة الغيراء لا تبصر ادنى الوادي من اعلاه. لما الواحدة بتغير بتبقى مش عارفة بقى ها راسها من رجليها. حديث فيه من غيرة امنا عائشة، الحاجات دي جميلة، ولما بنشوفها كده بنحس ان احنا هي دي المعاني الواقعية، وبنشوف قد إيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحفصة وعائشة، وكل واحدة بتقعد في الهودج بتاعها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجي لهم بالليل يطمن عليهم. وكان ياخد بالليل بقى خالص كده، يروح واخد الجمل اللي عليه السيدة عائشة، هي في الهودج بتاعها يعني مقفول عليها، ويتكلم معاها، يقعد يسامرها، يتكلم معها حصل وكذا وكذا وكذا. ففي مرة من المرات أمنا حفصة عرفت بالموضوع، فعملت حيلة كده ظريفة، وراحت قالت لعائشة: طب ما تبدلي، نبدل يعني إيه، أنت تبقي هنا وأنا أبقى هنا. فعملت كده، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخد الجمل وبدأ يتكلم، ومين اللي جوه؟ حفصة. فعائشة قعدت تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، مجاش. فوصل بها الحال انها بقت نزلت من على الجمل وقعدت تمشي، وتمشي في ارض مليانه شوك وبتتجرح بقدمها، وتقول: رسول الله ولا استطيع ان اقول شيئا. فغيرت النساء معروفه يعني، واخبار السيده عائشه في ذلك يطول فيها الكلام. الشاهد حدثت ده، غاروا، فاجتمعت عائشه رضي الله عنها وحفصه واتفقوا على اتفاقيه. ايه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يجيلك قولي: ايه ده، ايه ده، ايه الريحه الوحشه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اهو بقى اصلاح البيوت، يعلمنا قد ايه كان يعاشرهن بالمعروف. امراه طاعنه في السن، ست كبيره، حجه من الحجاج، واحنا في رحله حج، جات لي وقالت لي: انت قاعد في وسط الرجاله، وانا عايز اقول لك دلوقتي انه زوجاتهم موجودين وبيشتكوا الامرين من موضوع النظافة الشخصية، فياريت في وسط الكلام تتكلم فيها. واللي بتكلمني دي بتكلمني عن ناس كبار، والرجالة بقى مش حاطط في دماغه، ومش بيتزين لها، ومش بيتجمل،
وعادي بقى كده بحاله كده فبتفسد البيوت. بص النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول لها ايه انا واخد عسل، في ايه ريحه وحشه، فين الريحه الوحشه دي، هو اي حاجه خلاص ايه اي تلاكيك؟ لا خالص. اول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له انها رائحه مغافير، ريحه وحشه قوي، فقال لها لا خلاص مش واخد كده تاني. وعشان الموضوع بقى يترسخ عند النبي صلى الله عليه وسلم هم متفقين، ولما يجي لك انت تعملي كده ولما هيجي لي هقول له كده. فدخل على حفصه قالت له كده، دخل على امنا عائشه كذلك، امنا حفصه وامنا عائشه كل واحده بقى انها رائحه مغافير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تلطفه بنسائه وحسن معاشرته لهن راح قال لها ايه؟ والله لا اطعم، مش واخد عسل بقى، والله ما انا واخد عسل. فانزل القران هذا البيان، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ في ليه؟ ليه ما تاخدش عسل؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ اكتبوا بقى معايا النقط اللي هنقولها دلوقتي دي من خلال سورة التحريم وأصول وأسس إصلاح البيوت. رقم واحد، قال له تبتغي مرضات أزواجك. يا كل رجل يا كل امرأة يا كل زوج يا كل زوجة، والله ما هترضيه بإمكانياتك. تيجي تقول لي يا شيخنا والله العظيم بعت جبت لبس من أمريكا ولا بيبص لي ولا مديني اعتبار، قاعد طول النهار والليل على الفيس وعلى اللاب بتاعه وأنا مهملني تماما. بتقعدوا تقولوا حسن التبعل وحسن التزين وأعمل وأسوي، مفيش، ما بيعجبوش العجب، تعبني مش عارف أعمل إيه، خلاص يأسني من نفسي، بقيت فقد الثقة في نفسي وفي أنوثتي وفي كذا، لأنه مش مديني اعتبار. عارفه ليه؟ لانك متوكله على اللبس، متوكله على جمالك، متوكله على شياكتك، متوكله على الامكانيات، فلما ركنت عليها ربنا خذلك. ما هو كده، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لو وكلت الى نفسك اشبعي وريني بقى، مش انت عايزه رضاه؟ فانت قاعده اهم حاجه كذا وكذا وكذا، مش هيرضيه، هيسخطك. تيجي تقول لي نبقى سمنه على عسل، ما اعرفش الشياطين بتخش ازاي، والله ما اعرف، يبقى لسه معايا وقاعدين بنضحك ونعمل، تقلب بغم اخرها وخناقه الرب السماء والجيران سامعين. طب ده ايه ده؟ طب ما احنا كنا كويسين، ايه اللي عمل كده؟ البيت متعفرت، انا قالوا لي ده في جن، انا رأيت البيت، انا قالوا لي ده انت مسك حاجه، ده هو حصل له حاجه، انتوا محسودين، عملت كل القصص دي، على طول اشغل سوره البقره وعلى طول بعمل كده وبرضه البيت مولع نار. المشكله مش بس في الجن والشياطين، ماشي اعملي الكلام ده، بس في مشكله تانية، المشكله ان انت مش واخده بالك، انت بتبتغي مرضاته، يعني ما رضيش جوزي، ارضي ربك يرضي جوزك، ارضي ربك يرضي جوزك، مش تردي جوزك عشان تردي رب كده، لا، جيبيها من فوق من الاول الذي ليس قبله شيء. وبعدين لما الفاس بتقع في الراس تيجي تقولي لي والله كلامك صح بس اعمل ايه، واول مس ما يطبطب عليك بكلمتين تنسي وتغفلي وترجع ريما لعادتها القديمه. مش ده بقى، مش ده، وانت نفس الكلام، طول ما الدنيا بس معكننا تقعد تعملي كده، اول بس ما خلاص المياه تجري تاني وترجع لمجاريها. لا يا فندم، اول حاجه السبب الاول والاصل الاول والاساس الاول لاصلاح البيوت رد ربنا، يرضي لك اهلك ويرضي لك زوجتك ويصلح لك من احوال بيتك، هو ده، هو ده اللي يضمن لك الاستقرار الحقيقي، الاستقرار الأسري اللي احنا بندور عليه. طيب بعد كده ربنا قال ايه؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طب والله غفور رحيم ليه؟ علشان قال انه غالبا احنا هنا هنقع في أخطاء،
غالبا احنا هنا هنقع في بني ادمين لازم يبقى حاطين في الاعتبار انه هتحصل مشاكل. طيب ايه المطلوب؟ ان انت تتعامل بمنتهى الواقعية ان حدث شيء من هذه الاخطاء وانشغلت باهلك عن ربك وابتغيت مرضات اهلك استغفر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت بتقول لو كده مدارها على معنى اساسي ايه بقى؟ فاستقيموا اليه واستغفروا. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها دوام الحال من المحال. استقامة التامة دي ان البيت هيمشي طول الوقت من غير مشاكل؟ لا. امال ايه؟ لما تحصل مخالفة، لما يحصل اشكال استغفر. فنستفيد معنيين من اول آية. واحد، رد ربك يردي زوجتك، يردي زوجك. اتنين، لما تغلطي بادري الى الاستغفار والتوبة، ربنا يمتعك المتاع الحسن ببيتك وزوجك وبزوجتك وبأهلك. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال هذا المعنى في أول سورة هود لما يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يبقى رقم واحد، ردي ربك يردي أهلك. اتنين، لما تغلط بادر للاستغفار والتوبة. ناخد الفاصل ده ونكمل إن شاء الله في وصفة إصلاح البيوت. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم عن بيوت ساكنة، عن البيت اللي بسكن، عن إصلاح البيوت، عن الوصفة العملية في ضوء تحليل آيات سورة التحريم ووقفات تأملية وتدبرية وعملية. كانت رقم واحد، رد ربنا سبحانه وتعالى يرضي لك أهلك. رقم اتنين، لما تغلط بادر للاستغفار، الله غفور رحيم. عشان كده ربنا وسع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. لما تغلط عندنا كفارات، عندنا سعة في شريعة الإسلام. لما الإنسان يصدر منه أي شيء يجانب الصواب عليه أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وبعدين بدأ القرآن يحكي قصة، وفي كلام القرآن عن القصة فوائد ذهبيات. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. إذ أسر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعائشة وقال لحفصة ده سر، خلاص مش واخد عسل تاني. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، هو كلمة فلما نبأت به أول فايدة، وهنا بقى إيه أخواتنا ما يزعلوش. الإمام القاسمي جمال الدين القاسمي ليه كتاب في الآداب بيقول فيه مجموعة نصائح للرجال مهمة جدا. بيقول إيه؟ بيقول لازم يكون للرجل أسراره، وحدد الأسرار في ثلاث حاجات. قال إيه؟ قال زوجتك ما تعرفش دقائق أموالك. بكلامه قال فإنها إن كثرت طمعت وإن قلت زهدت. يعني إيه؟ أنت هتقولوا لنا بقى كلام يخلي الرجالة أصلا مش عارفة عاملة إزاي؟ لا، الفكرة هذا يصلح البيت. مش كل حاجة هنا لازم تبقى معروفة، ده كلام الأئمة مش كلامي. قالوا ثلاث أشياء لا ينبغي أن تعرفها المرأة. رقم واحد المال، الفلوس، إنه وبالذات دقائق الأموال. يعني تبقى عارفة أنت مرتبك كذا عشان نقضي الموضوع، إحنا شركة في البيت فهنمشي أحوالنا بكذا و. لكن بعض الأشياء لازم تبقى خاصة لك، لازم يبقى كده، وهذا من فقه إدارة البيوت، مش كل صغيرة وكبيرة. الرقم اتنين، ما تعرفش أعز أصدقائك. قال لأنها قد تحدث خلاف، والمرأة عند الخصومات ممكن ما تبقاش منضبطة، ممكن إنها تستعين به عليك. الرقم ثلاثة ودي أهمهم بقى، يعني دي اللي أنا عايزكم تقفوا عليها كتير قوي عشان هقول لكم قصة واقعية فيها.
ما تعرفش ذنوبك وجاهلياتك. حصل مرة وتعرض عليه المشكلة دي، وكانت مشكلة كبيرة. واحدة قالت لي زوجي وكانوا عاقدين، اللي حصل انه قال لها انا مدمن مواقع اباحية. كويس، هو النساء ما بتبقاش فاهمة، هو هيروح يعني يكشف ستره ليه؟ هو عايز يجيب لها من الاخر، ده دماغ الرجالة، ان هو يقول لها بصي انا كنت ضايع، فانت لازم تبقي استاذة، انت لازم تبقي واحدة بقى، يعني انت فاهمة، واحد كان قاعد بيتفرج على كلام كده، فانت لازم بقى تهتمي بنفسك 20 مرة اكتر من اللي في بالك. هو اعتقد انه كان بيفكر بالطريقة دي، واعينيني بقى انا مش عايز كذا، انا اتجوز عشان العفاف وي وي وي، وهنبتدي صفحة جديدة وبتاع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو كل ما كان بعد كده بعد البناء، كل ما يجي يقترب من زوجته تقول انت انسان شاذ، انت فيك وفيك، انت كذا، ده بقى ان شاء الله شفته في حاجة ولا ايه، ولا ده بقى انت، فبقى خلاص الحياة جحيم. وجي قال لي كده، قال لي تخيل ان مراتي بتقول لي كذا، اعمل ايه؟ قلت الغلطة غلطتك، ان ما ينفعش ان انت تفسد عليها كده، ولا ينفع انت تروح تسألها. برضو دي امور لازم نبقى فاهمين احكام الشرع فيها. ما ينفعش واحد رايح يخطب واحدة يروح يقول لها ايه، انت كنت، انت زمان ما كنتش ملتزمة، ها قولي لي بقى ايام قبل كنت بتعملي ايه، كنت بتتفرجي على ايه، كنت بتكلمي الشباب ازاي، انا عايز اعرف، انت كنت مخطوبة صح ساعتها، اه بقى وصلت لغاية فين المعاملة بينك وبينه، اه انت كنت عاقدة صح، اه عمل ايه بقى، عمل ايه بالظبط، لان انا لازم افهم. لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ولو كان انسان شكاك، ولو كان قلوق، والعكس ما ينفعش تيجي تقولي له احكي لي احكي لي، لا يجوز ان يكشف هذا الستر. لو اخطا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك يوم القيامه، استر على نفسك. ولو انت عايزه تعرفي حكم الشرع، من ستر على اخيه المسلم ستره الله في الدنيا والاخره. ما ينفعش حد يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال اللي هو كان صاحب الرجل الذي اتى ماعز، الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وحد في امر الزنا، قال له بعد كده هزال ده اللي هو قال له روح قول للنبي، انا مالي بقى، روح قول للنبي ان انت عملت كيت وكيت. قال له يا هزال هل لا سترته بثوبك؟ ما تحكيش، ما تكشفش. ليه بقول الكلام ده؟ لانه الآية بتقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به قالت، والنبي قال سر وقالت. فمن إصلاح البيوت إنك تبقى ليك أسرارك. هتيجي تقولوا لي أنت كده لا لا لا، ده مش إصلاح، أنا عايز أرسى، أنت كده هتخلي الفار يلعب، هو كده بقى مش هيقول لي فلوسه ومش هيقول لي كذا، طب ما هيروح يتجوز عليا يا شيخنا، وانت عايز البيوت تخرب ولا ايه، ولا هيروح يعمل كذا وكذا وكذا. لا يا فندم، اقول لكم كلام اذا كان مش الوجه ده وكلام العلماء وكلام القاسمي مش عاجبكم وتحليل الايات بالشكل ده، طيب ماشي، حتى الدراسات الحديثه بيتكلموا في هذه المعاني. يعني اقرأي كده كتاب زي النساء من الزهره والرجال من المريخ بتاع جون جراي، وهو بيتكلم على ان المراه الماهرة الحاذقة اللي تقدر انها تترك لزوجها كهفا يأوي اليه. كهف ده معناه اسرار، انه يبقى ليه اسراره، وانه ما يحدش من الطرفين. انت خايفة ليه؟ انه هيتخونك. لا يا فندم، مفيش بيت يقوم على شعور الخيانة المتبادل. لازم انت بقى في المقابل ان انت تضبط حتة الامان عندها. فاذا كنا جينا كده على الاخوات في الجانب ده، او بعضهم هيبقى حاسين كده، فانا لازم اتكلم بقى من الناحية التانية. يعني ايه واحد راح يتقدم لواحدة ويقول لها انا، انت ايه رأيك في التعدد؟ يعني ايه؟ ما تزعلوش، هذا سفه، هذه حماقة، ده واحد مش فاهم خالص يعني امرأة. يعني انت رايح تقول لها واحدة قدامك واقفة عشان هتاخد تقييم حضرتك،
دلوقتي، وهي كمان حقها ده، بس يعني هي اللي بيتنظر إليها. فانت حضرتك شفتها، وبعدين عايز أسألك سؤال، ايه رأيك في التعدد؟ يعني انت من اولها مش عاجبك، ولا انت بتأمن نفسك من الاول؟ يعني انت بتحسسها انها مش هتبقى 10 من 10. طب هي عايزة تبقى 10 من 10 يا ابني، طب هي نفسها تعمل لك كل حاجة، طب انت ليه بتفتح على نفسك ابواب؟ لا، انا بختبر التزامها، اختبار التزامها هنا. وبعدين بتتكلم في الموضوع ده ليه قبل اوانه؟ يعني بتتكلم عليه ليه؟ هو ده بقى المشكل، ان انت بتصدر لها احساس الخيانة على فهمها هي، او احساس عدم الامان، خلينا نقولها بمصطلح صحيح، يعني عدم الامان. فانت مصدر لها الاحساس ده، فهي بطبيعة الحال هتبقى متخوناك، فلوسك، صحابك، تعمل ايه؟ عايز ارسى، عايز افهم، عايز، فتوقعها في جرائم. ايه بقى الجرائم دي؟ هو جرائم اهو، عشان الاخوات تاخد الموضوع بمحمله يا فندم. التجسس، التجسس كبيرة. ربنا في سورة الحجرات حطلنا أسس واضحة جدا للأدب، قال ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. ما ينفعش تقعدي واحدة، أنا بضحك عشان خاطر واحدة بعتت لي مرة رسالة، بعدين تقول لي أنا ما ويشاء، كل شوية تقول الكلمة دي، ويشاء العليم الخبير، ألاقي في موبايله كذا، ويشاء العليم الخبير يحصل كذا وكذا. يشاء ده كل أسراره كلها بيشاء العليم الخبير طلعت قدامها خالص كده. يعني حضرتك ما كنتيش قصدك خالص كده تلعبي في الموبايل واللاب بتاعه وتشوفي كذا، يشاء العليم الخبير، ماشي أنا مصدقك، بس كل أسرار الراجل طلعت. فالتجسس لا يجوز يا فندم بأي حال من الأحوال. عشان كده البيوت الساكنة أصل من الأصول، أهو في ضوء تحليل الآيات دي أصل عظيم جدا من الأصول، الأمان المشترك. فلما أسر شيء اوعي تقولي. عشان كده هيجي التأديب القرآني بعد كده لأمهات المؤمنين، النبي قال لك أسر ما ينفعش تقولي سر جوزك بأي حال من الأحوال، ما يطلعش بره. الواحد في بيته بيتخفف، فبيبقى قاعد براحته، يبقى اسمه بيت عشان يبقى الإنسان فيه براحته. تيجي أداب في سورة النور تتكلم عن أداب الاستئذان، عشان ايه؟ ثلاث عورات لكم، عشان قاعد الإنسان يبقى قاعد براحته. فلما يبقى قاعد براحته يتكلم براحته، ما يبقاش فيه حد بيسجله، وما يبقاش فيه حد بيتحسس ويتجسس وراه، ما يبقاش حد بيتخونه، لا انت ولا هي، لا انت ولا هي. الأصل الأمان، الأصل الأمان المشترك. إنما الشيطان هتدخلوه، حطوها بقى معيار وأساس وقاعدة، إنك إن تتبع الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. يجي يقول لي الراجل ده، يا شيخنا أنت قاعد تقول لي إصلاح بيوته إيه وبتاعت إيه، ده تشوف هي بتتصرف إزاي، إيه بتعمل إيه يا سيدي، أصلا هي طول النهار والليل، هتتجوز، هتتعمل، فلانة دي أكيد أنت حاطط عينك عليها، يقول أقسم بالله العظيم ولا خطر ببالي، بس الشيطانة دي خلتني عاند، وبدل بقى ما كده اصلا متنكد عليا خلقة، يعني كده كده متنكد عليا. طب يا سيدي يتنكد عليا بقى بس بحق، طالما كذا دخلتها في دماغي. ايه يعني انت حاطه عينك على فلانة دي ليه؟ عادي يعني ما كانش في حاجة، انت ليه حاسة ان في شيء غلط؟ يبقى دي فيها حاجة انا مش واخد بالي منها، طب ما اروح اشوف فلانة دي ايه. شفتوا الكلام؟ تيجي بقى المشاكل بالطريقة دي. المرأة اللبيبة الحاذقة الماهرة اللي فعلا بميت راجل، اللي تعرف ازاي كويس قوي تقفل أبواب الشياطين دي على جوزها. فأصل الأمان المشترك يا رجل، إن خير من استأجرت القوي الأمين
هي محتاجة أمانك يا امرأة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هو محتاج يفضفض لك وتبقى الصدر الدافئ، ويبقى أسراره لا تتقل للأم ولا للصحبة ولا حتى أنا بس كنت عايز أصحى حضرتك في حاجة وتروح حكي كل الأمور، لأن الكلام ده حيؤذيه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، حطلنا النبي بقى أساس مهم قوي في الإصلاح، عرف بعضه وأعرض عن بعض. الأساس ده بقى محتاج حلقة كاملة، محتاج إن احنا نقف على إزاي الراجل يكون عنده ذكاء اجتماعي، وإزاي يفهم يقول إيه وما يقولش إيه عشان ينصلح البيت. هنكمل مع بعض بقى ووصفات إصلاح البيوت، عندنا أكتر من 40 حاجة عايزين نتكلم فيها من خلال سورة التحريم ومن غيرها، فإن شاء الله على موعد مع إكمال هذه السلسلة في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم، اوعوا تنسوا الهاشتاج بتاع إصلاح البيوت، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من ملف الحياة كلكم.